يا صباح الخير على كل مشاهدي ناين لايف شبكة ان تي ان. حلقة جديدة ونهارك سعيد ونهارك سعيد. زي اليومين دول ذكريات كتيرة بنعيشها، يعني 18 يوم اللي احنا بنعيشهم دول، اللي النهاردة 1 فبراير زيهم بالظبط من سنة، كنا كل يوم بنعيش أحداث مختلفة. كان في حظر تجول لغاية الساعة 3، وبعدين بدأ يتزق لغاية 7، وبعدين بدأنا مش عارفين نخرج ولا. قعدنا 18 يوم كل الناس قاعدة في بيوتها تقريبا، غير يعني اللي بيشارك في المظاهرات وبيرجع. هنكون معاكم النهارده لمده ساعتين لغايه الساعه 11، انا وشريف ودينا. وصباح الفل. صباح الفل. عايزه اكمل على كلام عايده. في ال 18 يوم بالذات كان في ميدان التحرير، كان في دوله التحرير اللي موجوده جوه التحرير. الناس كلها كانت بتحكي قد ايه المصريين كلهم كانوا كلهم مع بعض، المسيحي مع المسلم مع البهائي مع كل الشخصيات المصريه وكل اطياف الشعب المصري. سمعنا ان ما كانش في تحرش، سمعنا ان المسلم لما بيجي يصلي المسيحي بيحميه، لكن للأسف اللي بنشوفه دلوقتي مختلف تماما تماما تماما. فبتمنى ان الروح دي ترجع مرة تانية، بس انا ستيل لسه واثقة في الشعب المصري وان هو مش هيخذلنا تماما. 31 يناير اللي هو كان امبارح 2012، الوضع يمكن جنب التحرير وقريب من التحرير كان مختلف شوية. كان في مسيرات متجهة الى مجلس الشعب، وحصل التصادم اللي احنا كلنا اكيد تابعناه يمكن امبارح بالليل ما بين ما سمي بشباب الإخوان وما بين المتظاهرين وفي المشاركين في الحملة. وكان الموضوع يعني هو الحفاظ وحماية المؤسسات. هي مش حماية المؤسسات، بيبقى ليها ناس معينة مفروض، يعني في دور معين بتقوم بقطاعات الأمنية لحماية المنشآت الحيويه. عامه احداث امبارح فيها تساؤلات كتيره، واعتقد ان هنتكلم فيها اذا كان في الصحافه واذا كان في اخر فقره بتاعتنا النهارده، لانه في تساؤلات كتيره بتخلينا مش فاهمين انه فين هيبه الدوله اللي بنتكلم عنها، فين الداخليه ودورها في تامين المنشات، ليه شباب الاخوان يبقوا مطالبين ان هم اللي يحموا المسيرات بالزبط. ليه ناس تعترض مسيره رايحه بتشايفه ان المجلس ده هو الملاذ والامل والهدف والوسيله، فالناس رايحه له بمطالب فنعترضهم. انا رايحه للمكان اللي هي تم وضع الارتراف دي كلها في القصه، يعني في تساؤلات كتيره بعتقد ان احنا محتاجين وادعين كلنا نفكر ونهدى ونشوف ليه وازاي وليه وصلنا لكده وليه وصلنا لكده كمان بالزبط. هي دي الفكره، لان من حق اي شعب ان هو يروح لحكومته او لمجلس الشعب اللي هو بيمثله عشان لو عنده بعض النقاط عايز يناقشها او بعض الحاجات عايزها، ده حق مشروع وتشريعي وتنفيذي وكل الكلمات الكبيره قوي اللي احنا بنقولها. فمتهيألي ده حق مشروع للشعب المصري بالزبط. انه يروح لو في حاجه عايز يقولها يقولها لمجلسه المنتخب، لان في نفس الوقت هيروح لمين؟ يعني مجلس المنتخب ولا الحكومه ولا المجلس الاعلى؟ مجلسي وانا حره فيه على فكره. كذا شيء يناير احنا كنا قمنا عشان كده، كنا قمنا عشان خاطر نحاول ان يبقى عندنا صوت بالظبط. احنا جبنا صوتنا كده رجعت تاني مش عارف، عندنا صوت وعندنا فقرات بقى، عندنا فقرات بالظبط. عندنا اول فقره كل الصحافه طبعا مع الاستاذ الصحفي محمد طلعت الهواري، وهيكون معايا دينا، وكمان عندنا فقره عن افتتاح المرحله الاولى من تطوير المكتبه المركزيه بجامعه القاهره، وهيكون شرفنا فيها الاستاذ الدكتور شريف شاهين مدير المكتبه المركزيه بجامعه القاهره ورئيس قسم المكتبات بكليه الاداب. وفقره الاسبوع اللي بتبقى معانا كل يوم اربع اللي بنتكلم فيها على اهم الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع، هيكون معانا استاذ كمال جاب الله هو نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، وكمان استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق، عشان نشوف كده بانوراما على اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات من الدستور اولا والرئيس اولا من لجان مجلس الشعب وانتخابها، يعني كل تفاصيل. عندك احداث كتير قوي عايده في الاسبوع ده. يس طبعا جدا. تعالوا نروح نبتدي على طول اليومنا، وهنروح لفقره الصحافه مع دينا ومحمد طلعت الهواري بعد الفاصل. النهارده يلا بينا بين الطريق والله.